بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمريكا بتقول إن هي ديمقراطية من ناحية وفي نفس الوقت تعترف بانقلاب السيسي من ناحية تانية. ليه؟ لأن هي اللي أمرت بالانقلاب على الدكتور مرسي. دي حقيقة، ودي كمان الدكتور مرسي قالها علنا، وأوباما هدد الدكتور مرسي بالانقلاب، والدكتور مرسي ما خضعش لتهديدات أوباما ودفع حياته وتمن لكرامته وتمن لكرامة الفترة بتاعته، الله يرحمه ويسامحه. وأوباما هو اللي حاول يعمل الانقلاب العسكري في تركيا، وأمريكا هي اللي أمرت السيسي بمذابح رابعة، وهي اللي سمحت بتصوير مذابح رابعة. انت تتخيل لو واحد مجرم زي السيسي جاي يعمل مذابح زي مذابح رابعة مع 60-70-80 مذبحة في مصر، هيسمح لحد بالتصوير؟ اللي هو بيدبح فيهم هيسمح لهم بالتصوير؟ يعني هو معقولة بيدبح في ناس وناس تانية واقفة تصور بالتليفونات مش قادر ياخد منها التليفونات؟ مسألة مش منطقية. التصوير بأمر أمريكي عشان خاطر إن السيسي والمتورطين معاه محدش فيهم يفكر يطلع برا، خوفا من الملاحقات القضائية ومن المحاكم الجنائية برا وكده، عشان يثبت نظام السيسي ويخلي عنده ولاء للسيسي عشان ينفذوا باقي المخطط الصهيوني اللي هم كانوا حاطينه. هل انت تعتقد ان اوباما لا يستطيع يرفع سماعة التليفون ويقول لمحمد بن زايد طلع المساجين اللي عندك، ويقول لمحمد بن سلمان طلع المساجين اللي عندك، ويقول للسيسي طلع المساجين اللي عندك؟ ده هو في العلن بينتقد هذا الكلام وبيقول ما ينفعش، ومساجين الرأي والحرية الفكرية، وبيتكلم بهذا الشكل اللي هو فيه مكر، لكن في الحقيقة من تحت بيقول لهم ايه، الناس دي خطيرة على النظام العالمي، وعليكم انكم انتوا لازم باستمرار تخلوهم في الحبس، واللي تقدروا تتخلصوا منه اتخلصوا منه، بس لازم تستأذنوا مننا قبل ما تفعلوا اي شيء. ترامب الوقت اللي هم حلفاء والغربيين راح حاول ان هو يعمل تقسيمات في اوروبا، ودعم المتمردين بتوع كاتالونيا، ودعم الولا سباستيان بتاع النمسا، ودعم الولا اللي كان هينزع الثقة من ميريكل ممكن مرتين ثلاثة. تخيل انت شاب عنده 25 سنة ولا 28 سنة، ازاي يتمكن من ان هو يقابل قادة الاحزاب المعارضة، ويقابل شخصيات كبيرة في حزب ميريكل، ويقعد معاهم ويناقش معاهم ويقنعهم؟ طبعا واضح ان وراء جهة بتحركه، وهي اللي عملاله البرنامج بتاعه. يبدو ان المخابرات الألمانية قالت له الموضوع مش هيعدي على خير، فوق لنفسك لحسن نفوقك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.